في إطار الاستعدادات الجارية لنقل العمليات التشغيلية إلى مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين بزيارة تفقدية إلى مراكز التحكم الرئيسية في المبنى الجديد، وهي مركز العمليات الهندسية ومركز عمليات المطار ومركز الشبكات التقنية ومركز عمليات الأمتعة ومركز عمليات الطوارئ، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية المراكز والعاملين فيها قبل بدء تشغيل العمليات في 28 من شهر يناير الجاري. وبهذه المناسبة أشاد سعادة الوزير بجاهزية مراكز التحكم الرئيسية واستعدادها التام لبدء العمليات التشغيلية، إذ تم تشييدها وفقا لأفضل المقاييس والمواصفات العالمية في إدارة المطارات، كما تم تهيئتها وتجهيزها بأحدث التقنيات، مؤكدا عن ثقته التامة في الكوادر البحرينية التي تأخذ على عاتقها مسؤولية إدارة وتشغيل هذه المراكز التي تعمل على مدار الساعة. وأكد سعادة الوزير أن مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي سيساهم في تسليط الضوء على التقدم الهائل الذي أحرزته مملكة البحرين في قطاع النقل الجوي على نطاق عالمي، كما أشاد سعادته بالخطوات الفاعلة التي اتخذتها شركة مطار البحرين لتنمية قدرات البحرينيين وصقل مهاراتهم وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في قطاع النقل الجوي، وهو ما يأتي ضمن أهم أهداف برنامج تحديث المطار.